بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، أعربت فيها عن خالص التحيات ووافر الأمنيات بالمزيد من التوفيق والسداد في حمل المهام وأداء المسؤوليات الوطنية الجليلة، وهنأت سموها حفظها الله بافتتاح دور انعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس الذي تكرم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بافتتاح أعماله من خلال كلمة سامية سائلة الله أن يعين رئيسة وأعضاء مجلس النواب على ترجمة تطلعاتها السباقة وتوجيهاتها السديدة لما يحقق الصالح العام ويثري مسيرة التنمية الشاملة. بينت سموها أن إشارة معالي رئيسة مجلس النواب في خطابها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال هذا الدور كان لها الصدى الطيب لما احتوى عليه من عبارات تقدير واعتزاز بمكانة المرأة البحرينية وما حققته وتمضي في بذله خدمة لوطنها، شاكرة ما خصت به المجلس الأعلى للمرأة من امتنان في الإسهام في رسم النموذج البحريني وتأصيل عملياته الشاملة لإدماج احتياجات وطموحات المرأة في مسارات العمل الوطني على أسس التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ليكون أداء المرأة البحرينية اليوم وبكل فخر قصة نجاح وطنية ذات تأثير دولي، وذلك بتوفيق من الله وبفضل الرعاية المتواصلة لقائد مسيرة الخير والرخاء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وللدعم وللمساندة الكريمة لحكومته الموقرة. في الختام كررت قرينة عاهل البلاد المفدى شكرها وتقديرها على ما تفضلت به معالي رئيس مجلس النواب من رأي مقدر تجاه نساء الوطن، وهي مشاعر تحملها النفس تجاه كل امرأة بحرينية تجعل من خدمة بلادها واستقرارها واستقرار مجتمعها وأسرتها هدفا ساميا لا تحيد عنه في مسيرة عطائها الوطني.